لو حضرتك عندك لمبتين في السقف بالطريقة دي كده، ادي لمبة بدواية وادي لمبة بدواية، تمام، وحضرتك اللمبتين دول طبعا بيبقوا متوصلين، ادي سلك نيوترال متوصلين، ادي سلك نيوترال ان ماشي، وادي السلكين الراجع او الميت اللي موجودين على المفتاح ده، دي مفاتيح في الحيطة وده مفتاح برضو، وهنا كده جاي ال ال مباشر من داخل على مفتاح اوتوماتيك، ومن المفتاح الاوتوماتيك ده داخل على كوبري هنا كده اللمبتين. حضرتك تضغط على المفتاح ده هوبا ينور اللمبة، تضغط على المفتاح ده هوبا ينور اللمبة معاك والدنيا تمام. المعضلة دلوقتي ان انا عاوز اركب لمبة، عاوز اركب فيشة مع المفتاحين دول، عاوز اركب فيشة سوكت فيشة مع المفتاحين دول، فدي المشكلة اللي بتقابلني، ازاي اتغلب عليها وازاي اعمل الحركة دي. في البداية صديقي لأول مرة حضرتك تشوفني، فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب، فمن فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عنها لأن محتوانا حقا بيستحق الدعم. وأحب أقول لحضرتك إن القناة عليها أكتر من 1300 فيديو كلها موجودة عشان تقول لحضرتك معلومة ما. كمان بفكر حضرتك إن أبسط وأسرع طريقة ممكن أجاوب بيها على الكومنتس هو أو الاستفسارات من خلال الكومنتات تحت الفيديو. طيب نيجي دلوقتي، إحنا عايزين نضيف السوكت ده هنعمل إيه؟ إحنا معندناش هنا نيوترال، النيوترال غايب هنا، لا يوجد نيوترال، واحنا عارفين ان السوكت بتاع الفيشة بياخد لاين ونيوترال. اعمل ايه في الحالة ديت؟ في الحالة ديت يا فندم حضرتك هنا كده دي علبة وفي هنا ماسورة، الماسورة ديت هتجيب سوستة بتاعت الكهرباء وتدكك فردة كمان سلك وتطلع مع السقف هنا كده وتجيب النيوترال بتاعك من السقف كده، بقى عندك فردة نيوترال موجودة، تمام. طيب ده حل. حل التاني، دلوقتي السوستة ديت بحضرتك بتدككها مش ماشية معاك، مش ماشية معاك، في الحالة دي ممكن تربط هنا كده سلكين في السلك ده بحيث انك تشده من هنا من فوق فيطلع معاك السلكين دول، توصل واحد في النيوترال واحد يبقى هو الراجع بتاع اللمب، تمام كده، تمام. طيب نيجي بقى، احنا عندنا ادي المفتاحين بتوعنا وادي مفتاح كمان هنا كده سدادة في الحيطة، عايزين نعمل ايه؟ هنشيل السدادة دي ونحط جنبها المفتاح ده ويبقى عندي ده مفتاح ده مفتاح وهنا فيشة، تمام. عايز بقى اوصل الفيشة ديت بعد ما انزل لها السلك بتاعها من الحائط من السقف. في الحالة دي يا فندم عشان نوصل الفيشة ديت كده هنعمل ايه؟ هناخد هنا كده كوبري، كوبري ده موصل بين هنا وهنا وهنا وواصل عليهم ال ال، يبقى انا كده وصلت ال ال الاطراف دي كلها، ده مفتاح للمبة عليه راجع من هنا وده عليه راجع من هنا، لو كل لمبة على مفتاح مجرد ما حضرتك توصل المفتاح ده بياخد اللاين ده يوصله هنا فاللمبة تضيء معاك، ياخد ده من هنا واللمبة تضيء معاك. طيب النيوترال اللي انا لسه منزله من شوية هوصله هنا كده، يبقى انا كده الفيشة بتاعتي خدت ال 220 فولت وكل مفتاح من دول خد معايا ايه؟ خد معايا راجع وخد معايا اللاين اللي هو هيوصل للمبة. طريقة توصيل لمبة يا جماعة بمنتهى السهولة، اللمبة بتبقى واخدة نيوترال ده العادي واللاين بتاخده من خلال مفتاح، المفتاح ده دايما توصله على اللاين علشان لو مش متوصل على اللاين متوصل على النيوترال يبقى انت كده عملتش حاجة، دايما لو واحد بيشتغل هنا او بيعمل صيانة في لمبة او بيغير لمبة هيحصل له صعق كهربي من خلال ان هو اللمبة بتاعته فيها دايما كهربا واللاين شغال عليها، تمام. ده بالنسبة لتوصيل لمبة. طيب عايز اوصل باريزة، الباريزة دايما لازم يبقى فيه العلبة الماجيك بتاعة الحيطة لاين ونيوترال، تصرف واجلقها هتلاقيها دول لان دول مهمين جدا عشان يوصلوا ال 220 فولت عند حضرتك، تمام تمام طيب توصيل الجرس، ادي عندي جرس عايزين نوصل له كهرباء، بيبقى واخد نيوترال مباشر،
ومفتاح الجرس بيبقى مفتاح ضاغط، يعني بتضغط عليه يوصل كهرباء، تشيل ايدك يفصل الكهرباء. ادي النيوترال بتاع، ادي اللاين بتاعي على المفتاح اللاين، وادي الطرف التاني اللي هو مجرد ما تضغط هنا كده يوصل كهرباء، ومجرد ما تشيل ايدك يفصل الكهرباء عن الجرس. يبقى احنا كده عرفنا نوصل باريزة ازاي، نوصل لمبة ازاي، نوصل الجرس ازاي، وعرفنا ازاي لو انا ما عنديش نيوترال في العلبة اعمله ازاي واجيبه ازاي. ارجو اكون فتحت لحضرتك معلومة النهاردة. لو حضرتك استفدت لايك وشير، ولو اول مرة حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناة، وشوف الفيديوهات اللي على القناة عليها معلومات، فيها معلومات مفيدة جدا عن كهرباء السيليسيون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المعضلة دلوقتي ان انا عاوز اركب لمبة، عاوز اركب فيشة مع المفتاحين دول، عاوز اركب فيشة سوكت فيشة مع المفتاحين دول. فدي المشكلة اللي بتقابلني، ازاي اتغلب عليها وازاي اعمل الحركة دي. في البداية صديقي لأول مرة حضرتك تشوفني، فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. فمن فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عنها، لأن محتوانا حقا بيستحق الدعم. وأحب أقول لحضرتك إن القناة عليها أكتر من 1300 فيديو، كلها موجودة عشان تقول لحضرتك معلومة ما. كمان بفكر حضرتك إن أبسط وأسرع طريقة ممكن أجاوب بيها على الكومنتس هو أو الاستفسارات من خلال الكومنتات تحت الفيديو. طيب نيجي دلوقتي، إحنا عايزين نضيف السوكت ده، هنعمل إيه؟ إحنا معندناش هنا نيوترال، النيوترال غايب هنا، لا يوجد نيوترال. واحنا عارفين ان السوكت بتاع الفيشة بياخد لاين ونيوترال. اعمل ايه في الحالة ديت؟ في الحالة ديت يا فندم حضرتك هنا كده دي علبة، وفي هنا ماسورة. الماسورة ديت هتجيب سوستة بتاعت الكهرباء وتدكك فردة كمان سلك، وتطلع مع السقف هنا كده، وتجيب النيوترال بتاعك من السقف. كده بقى عندك فردة نيوترال موجودة، تمام. طيب ده حل. حل التاني، دلوقتي السوسته ديت بحضرتك بتدككها مش ماشيه معاك، مش ماشيه معاك. في الحاله دي ممكن تربط هنا كده سلكين في السلك ده، بحيث انك تشده من هنا من فوق، فيطلع معاك السلكين دول، توصل واحد في النيوترال واحد يبقى هو الراجع بتاع اللمبه، تمام كده. تمام. طيب نيجي بقى، احنا عندنا ادي المفتاحين بتوعنا، وادي مفتاح كمان هنا كده سدادة في الحيطة. عايزين نعمل ايه؟ هنشيل السدادة دي ونحط جنبها المفتاح ده، ويبقى عندي ده مفتاح، ده مفتاح، وهنا فيشة، تمام. عايز بقى اوصل الفيشة ديت بعد ما انزل لها السلك بتاعها من الحائط، من السقف.